حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره يوم وليله ليس معها حرمه تابعه يحيى بن ابي كثير وسهيل ومالك عن المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه